نشكر الزميل ماجد الأسدي على هذه الجولة التي واقعا أنه بينت آراء كثير من المواطنين بخصوص تنظيم وتحديد الميزانية الأسرية في شهر رمضان المبارك. طبعا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ويوفقنا بأن نشهد هذا الشهر المبارك ونحن بأتم الصحة والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، طبعا في هذه الفترة وفي كل عام تواجه الأسرة بصورة عامة طبعا أعباء بخصوص أنه الميزانية المادية استقبالا واستعدادا لشهر رمضان المبارك، ولعله هذه المسألة يعني تلتهم الدخل المحدود لبعض من الأسر، لأن كون أنه نعرف هناك تفاوت في درجات الدخل المحدود لبعض من الأسر، هناك من يتمكن طبعا من توفير كل ما يعني هو ضروري طبعا من احتياجات الأسرة، وهناك من لم يتمكن من توفير هذه الاحتياجات. طبعا ما لم تضع الأسرة بعض من الاستراتيجيات والخطط المسبوقة في قبل شهر رمضان المبارك تواجه صراحة بعض من المعوقات، ولعله يعني يقل هذا الدخل المحدود. طبعا سوزان، موضوع جدا مهم، ونتمنى إن شاء الله مثل ما نمر عليه أنه نقدم فد خطوات معينة بحيث كل أسرة قبل شهر رمضان المبارك تصير على خطوات معينة، يلا تطلع إن شاء الله من هذا الشهر المبارك ويا يعني مشيت على افضل حال ان شاء الله. طيب خلينا بالبدء بعد ما استمعنا الى هذا الاستطلاع، خلينا نشوف تعليقات المشاركين على الصفحه الرسميه حول هذا الموضوع بالتحديد، ارائهم حول هذا الموضوع. من الاخت هدى عباس تقول: احسنتم التذكير لهذا الموضوع القيم له هو تنظيم الميزانيه. تقول: نقوم باعداد قائمه بالمشتريات الاساسيه التي نحتاجها في المعتاد والمواد التي يزداد احتياجنا لها في شهر رمضان الفضيل، وان لا نخضع لاغراء كل ما معروض بالسوق من مواد غذائيه ونشتري اشياء ليست في حاجه لها او لسنا بحاجه لها، فالعروض تتكرر على الدوام، السلع لن تنتهي من المتاجر طيله الشهر. لذلك لا داعي لإرهاق ميزانيتك بطلبات لا داعي لها. لذلك يجب أن نلتزم بالورقة والقلم، وقبل الذهاب إلى السوق أن نجهز قائمة بما نرغب في شرائه، وأن لا نخرج عن هذه القائمة مهما كانت المغريات قوية. وكل عام وأنتم بخير وعساكم من أوادة. شكرا جزيلا يا أختنا الفاضلة هدى على هذا التذكير. ذكرت معلومة إذن جدا مهمة، اللي هي أضع قائمة بالمشتريات بالورقة والقلم وما أخرج عن هذه القائمة. لأن لما راح نروح للسوق راح نشوف ممكن هاي المشكلة صراحة. فالالتزام بالقائمة وأذكر احتياجاتي الضرورية اللي أحتاجها خلال الشهر هذا جدا مهم، وبالتأكيد ما راح أخزن وأحتاج إلى مواد كثيرة باعتبار فقط الأشياء، أعتقد الزيت، البقوليات، التمن، هذه الأمور اللي ممكن إنه أجيبها خلال الشهر، وممكن باعتبار حتى ما أضطر إنه أخرج في شهر رمضان وإحنا صيام ونشعر بالتعب، ولكن تبقى الخضروات يعني هذه أكيد كل يوم راح نشتريها. نعم طبعا، شكرا للتعليق هدى. سوزان صراحة إنه هدى ذكرت الأمر اللي تكمن وراء إنه هذه المشكلة، يعني يمكن إنه ربات البيوت وأكيد إنه بالتعاون مع الزوج خلون فد قائمة قبل شهر رمضان المبارك، شنو اللي راح يحتاجوا، لكن المشكلة أكيد أنهم راح يروحون للأسواق. يعني ذكرت مسألة كلش مهمة أنه فيما يغري طبعا أنه المتبضع بالأسواق هي هنا راح يقدر أو لو ما راح يقدر راح يعني العروض راح تخليها تروح تشتريها وهي مو محتاجتها، ممكن تحتاج هذا المبلغ توفره لأشياء ضرورية أهم أكثر. هناك تعليق من نور الزبيدي تقول: السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. تستعد البيوت العربية جميعها في الأيام الحالية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتقوم بتجهيز قائمة بالمستلزمات الضرورية والهامة من أجل الاحتفال بهذا الشهر الكريم، ولكن غالبا ما تحدث أزمة مالية بسبب هذا الشهر في الكثير من البيوت نتيجة لإسراف البعض، وكذلك شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية دون الحاجة إليها، الأمر الذي يتسبب في تلف الكثير من المواد الغذائية، وهذا صراحة ما نشهده. صحيح. يعني تبقى لأشهر بعد شهر رمضان المبارك يمكن أنه خزين لدى بعض من العوائل. أحسنتم. أيضا خلينا نشوف تعليقات أخرى من الأخت أفراح الكظماوي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أختنا الفاضلة.
تقول الصلاة والسلام على محمد وآل محمد، كل عام وأنتم سالمين لأداء الفرض الواجب الصيام وأنتم إن شاء الله يا أختنا. تقول لماذا عندما يذكر شهر رمضان المبارك يذكر الأكل والصرف والتخزين؟ شهر حاله حال الأشهر الباقية من السنة، المفترض يقل فيه الأكل ويقل كذلك فيه الصرف، وعند البعض هناك دعاية بالنسبة للطبخ وعمل الحلويات بعيد كل البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أحسنتم يا أخت أفراح لهذه الالتفاتة وهذا التذكير وانتباهكم لهذا الموضوع. كل الأمور اللي نذكرها يا أختنا أفراح هي دائما في كل حياتنا، هناك يجب أن لا يكون هناك إفراط وتفريط، الاعتدال في كل الأمور مطلوب. مسألة أنه أنا أجهز وأهتم بالميزانية وأعد يعني قائمة لاحتياجاتي حتى أجلبها خلال شهر رمضان المبارك، هذا عمل جدا مهم، باعتبار أنه حتى في فترة شهر رمضان أنه راح أكون متعبة ومرهقة وما راح أضطر أنه يعني أجيب هذه الأمور، بالإضافة إلى أنه أكون معرض احتمال للزيارات. ولكن مسألة المبالغة بالشراء، المبالغة بإعداد الأطباق، هذه بالتأكيد يعني التفاتة رائعة منكم، هذا أمر خاطئ. البعض ممكن تختلط عليه الأمور ويذهب بعيدا بهذا الموضوع، ولكن مسألة إعداد أطباق وإخراج حلويات للجيران واستقبال ودعوة الأقرباء، هذا كلها من صلة القربة ومن صلة الرحم ومن التوادد بين الأقرباء وبين الأهل، فهي فرصة لطيفة جدا، ولكن علينا أنه نستثمرها بالشكل الصحيح. أحسنتي طبعا سوزان، كثيرة هي التعليقات التي وردت بخصوص هذا السؤال، أنه كيف تحافظ أو تنظم ميزانيتك الأسرية. هناك إرسال من الأخت نور الهداية تقول إن شاء الله شهر خير وعافية عليكم وعلى الجميع بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا ما تبادر إلى ذهن سوزان أنتو تقرين هذا التعليق، صراحة أقول هسه من هو رب الأسرة أو أحيانا الزوجة هي التي تضع هذه القائمة الطويلة للمستلزمات؟ احيانا قد تكون الزوجه اكثر، لان هي تعرف اكثر باحتياجات البيت، بس اقول انه يعني هلا برب الاسره إن شاء الله. وخصوصا يعني بالوقت الراهن اذا كل الامور ترجع، هي تضع الميزانيه وهي اللي تدبر الامور، وان شاء الله يمر علينا شهر رمضان المبارك ونحن بصحه وعافيه وسالمين ان شاء الله.